هجوم معاكس لصالح اتحاد الكهرباء، قد يرى في وضعية جناح أيسر. يراوغ روغات جميلة من قد يرى، يتعدى من زنير، وغلطة غلطة فادحة يرتكبها دفاع مولودية نفط العاصمة، وهكذا يتسجل أول هدف. انظر الإعادة بالتصوير البطيء، شكرا للزميل المخرج فاروق مزوان، بعد مراوغات تاع قديورة. أحد المدافعين من المولودية اللي حاول يبعد الكرة، قلت حاول أن يبعد الكرة، فتسبب في هدف لصالح اتحاد الكهرباء. أظن هو فرحي. إذا هكذا تصبح النتيجة هدف لصفر.